سامعك. سؤالي يتعلق بمدى جدية إعطاء الحكومة أو الدولة الضوء الأخضر للطلعات الجوية بخصوص موضوع الصحة. القضية الوطنية بالنسبة لنا ذلك تعبير وطنية عكس لقاء العيون بوضوح، ونحن مشغولون في إطار هذه التعبير الصحية لجلالة الملك حفظه الله. التاريخ يشهد على هذه المواقف دفاعا عن الوحدة الترابية والوطنية لبلدنا وعن مغربية الصحراء، فليس هنالك أي نزعة للإقصاء، كانت فقط مسألة تنظيمية، لكن التقدير لهم وحفظ مكانتهم واعتبارهم موجود. والسيد رئيس الحكومة عندما تحدث معه في هذا الموضوع أكد على هذه المسألة، ونفس الأمر مع إخوتنا في المحبسية بالأساس اعتبارات يعني يمكن أن نقول تقنية، أما ليس هنالك أي موقف ببعد سياسي أو اجتماعي أو ثقافي. التاريخ يشهد بمواقف ساكنة المحبس وطفولاتهم وصمودهم، والسيد رئيس الحكومة قبل هذه الأيام يعني لم ينفك عن التعبير هذه الأيام، يعني تحدثنا في هذا الموضوع قبل اجتماع العيون وبعد اجتماع العيون، فبالتالي ليس هنالك أي نية لا للتهميش ولا للإقصاء، هم جزء مكون حيوي تاريخي يشهد كما قلت على بطولته وعلى صموده، خاصة وهم من أقرب النقاط الآن على المستوى المنطقة العازلة من جهة غرب الجدار المركز ديال المحبس، والمنطقة ككل تمتد إلى شرق الجدار في مقابل الحدود المغربية الجزائرية. فكما قلت التاريخ يشهد، ويعني أهل الصحراء عندهم واحد سميك يهضروا على المحاربين يعني الشجعان، وكلهم يعني عندما نقف على أحد عناصر الوحدة العضوية للشعب المغربي في البنية القبلية التي أحد عناصر القوة، نجد سجلا كبيرا من المعارك والبطولات لكل قبائل الصحراء. والتاريخ يشهد لأن من الفترة الممتدة من بداية الاستعمار الإسباني وخاصة نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 إلى نهاية الخمسينيات، الوقائع تتحدث عن ما لا يقل عن 50 معركة انخرطت فيها مختلف القبائل، الجميع وقف صفا محاربا منافحا مجاهدا مقاوما للاستعمار في إطار وحدة وطنية. وهنا الحدث الكبير لمؤتمر أم شكاك في 56 وما تلاه فيما بعد من زيارة للرباط لتعبير كل قبائل الصحراء عن ولائها وتجندها في إطار الوحدة الوطنية والترابية. وهذا على الأقل يعني يمكن هنا نتحدث عن زيادة من تقريبا زيادة من 15 سنة على ظهور الطرح الانفصالي، هي مسألة مبكرة والتاريخ شاهد، والموقف هنا وهو كما قلت التقدير لكافة قبائل الصحراء لكافة المكونات، وهو تقدير ينم عن هذا الاعتبار لمواقفهم ولرصيدهم من التضحيات ومن المبادرات لكل المكونات.